مرحبا، هل تفقه شيئا في اللسانيات؟ لدي بعض الأسئلة في هذا الموضوع. مرحبا. نعم، لدي معرفة باللسانيات. يسعدني أن أساعدك في الإجابة على أسئلتك. ما هي الأسئلة التي لديك؟ هو في الحقيقة هذه الأسئلة لها ارتباط باللسانيات والتاريخ والسوسيولسانيات وبعض العلوم الأخرى. السؤال الأول هو: ماذا نقصد باللغة المعيارية أو بالإنجليزية Standard Language؟ اللغة المعيارية Standard Language هي نوع من اللغة التي يتم تحديدها على أنها اللغة النموذجية أو المقبولة من قبل المجتمع أو الدولة لاستخدامها في المجالات الرسمية مثل التعليم، الإعلام، والقانون. هذه اللغة المعيارية تكون عادة مفهومة ومتفقة عليها من قبل أغلب الناطقي أو اللغة نفسها، وتتميز بتوحيد القواعد النحوية، المعجمية والإملائية. تطور اللغة المعيارية يحدث غالباً من خلال مؤسسات رسمية مثل الأكاديميات اللغوية أو من خلال التأثير الاجتماعي والثقافي للدولة المركزية. الهدف الأساسي منها هو توحيد اللغة وتجنب الفوضى التي قد تنتج عن استخدام لهجات مختلفة في الأماكن الرسمية. مثال على ذلك هو اللغة الإنجليزية القياسية Standard English التي تستخدم في الكتب المدرسية والمواد الأكاديمية مقارناً باللهجات الإنجليزية المحلية التي قد تختلف في المفردات والنطق والقواعد. صحيح. هل الأمر نفسه ينطبق مثلاً على اللغة الأمازيغية المعيارية في المغرب مثلاً؟ نعم، المفهوم نفسه ينطبق إلى حد كبير على اللغة الأمازيغية المعيارية في المغرب، لكن مع بعض الخصوصيات. في المغرب اللغة الأمازيغية تتمتع بوضع خاص، حيث تم الاعتراف بها كلغة رسمية إلى جانب العربية في دستور عام 2011. تطور اللغة الأمازيغية المعيارية جاء نتيجة لجهود مؤسسات مثل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية IA الذي يعمل على توحيد اللغة الأمازيغية في شكل معياري يشمل اللهجات الثلاث الرئيسية: التريفيت، والتاشلوحيت، والتمازيغت. اللغة الأمازيغية المعيارية أو الأمازيغية الفصحي في المغرب تمثل محاولة لتوحيد هذه اللهجات الثلاث مع الحفاظ على هوية كل لهجة. الهدف من ذلك هو توفير لغة معيارية يمكن استخدامها في التعليم والإعلام والإدارة بشكل موحد لتسهيل التواصل ولتعزيز استخدام الأمازيغية في المجالات الرسمية. ومع ذلك توحيد الأمازيغية لم يكن أمراً بسيطاً بسبب التنوع الكبير بين اللهجات الأمازيغية في المغرب، بالإضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي قد تؤثر على كيفية قبول الناس لهذه النسخة المعيارية. هل اللغة المعيارية الأمازيغية يمكنها أن تقضي على اللهجات المحلية مثلاً؟ من الناحية النظرية، اعتماد اللغة الأمازيغية معيارية قد يؤثر على اللهجات المحلية، لكن ليس بالضرورة أن يقضي عليها تماماً. هناك عدة عوامل تلعب دوراً في هذا السياق. أولاً، اللغة المعيارية تسعى عادة إلى التوحيد، لكنها لا تهدف بالضرورة إلى استبدال اللهجات المحلية. الهدف الأساسي هو توفير لغة مشتركة للاستخدام في المجالات الرسمية مثل التعليم والإعلام والإدارة، مع الحفاظ على اللهجات المحلية كجزء من التراث الثقافي والهوية المحلية. ثانياً، اللهجات المحلية عادة ما تكون قوية جداً في الحياة اليومية والأنشطة غير الرسمية مثل التفاعل في البيت وبين الأصدقاء، في حين أن اللغة المعيارية تستخدم في السياقات الرسمية فقط. لذلك قد تستمر اللهجات المحلية في الاستخدام الشفوي حتى مع اعتماد اللغة المعيارية. ثالثاً، تأثير اللغة المعيارية يعتمد على عدة عوامل اجتماعية وسياسية. في بعض الحالات قد يتسبب الضغط من المدارس ووسائل الإعلام التي تروج للغة المعيارية في تقليل استخدام اللهجات المحلية خاصة بين الأجيال الجديدة. ولكن في حالات أخرى يمكن للهجات المحلية أن تتعايش مع اللغة المعيارية
حيث يحتفظ الناس باللهجة في الحياة اليومية ويستخدمون المعيارية في التعليم والمجالات الرسمية. بالمختصر، اللغة المعيارية لا تمحو اللهجات المحلية تلقائياً. يمكن تقلل من استخدامها أو تقلل من انتشارها إذا لم يتم الحفاظ على توازن بين اللهجات المحلية واللغة المعيارية في المجتمع.